مرحبا بكم مشاهدينا في الانتخابيه تونس من جديد نتابع مشاهده وهي تقترب اكثر من نبض العاصمه التونسيه نطمئن من خلالها لحيويه واستمرار حيويه هذه العاصمه الجميله. مشاهدينا تعزز الايام الاخيره ما قبل الاستحقاق الانتخابي الاهميه الممنوحه للانتخابات البلديه. قوى واحزاب وتيارات تضع ثقلها في الحملات الانتخابيه. الاسلحه الثقيله كما يقال بلغة العسكر استخدمت رؤساء أحزاب وكتل وقوى وتيارات نزلوا على الأرض في مشهد يتعدى الانتخاب المحلي ليوضع في ميزان التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل في الميزان أيضا مشاهدين توضع العلاقة بين حركة النهضة ونداء تونس حيث يقول ضيفنا نسقنا أكثر مما يلزم واقتربنا أكثر مما يلزم فما المقصود بذلك؟ وما وجهية الطرح بأن نتائج الانتخابات لن تقتصر على ما ستحصده كل قائمة مرشحة، بل إنها ستحدد شراكات وتحالفات. فمنها سيفرض عقدها، وتقدم شراكة النهضة والنداء مثالاً، أو أخرى ستولد وقد تحمل مفاجآت. ومن أسئلة الساعات الأخيرة مشاهدينا يطرح ما هو دور المستقلين؟ وهم بالفعل كذلك مستقلين؟ في الميزان أيضا مشاهدين توضع الحكومة ويعود الكلام لتغيير جذري وشامل فيها ما بعد الانتخابات يصل حد رئيسها يوسف الشاهد فما مدى دقة الأمر وهل هو مرتبط بصراع أجنحة داخل النداء كما يروج البعض مشاهدين معنا في هذه الحلقة الوزير السابق والقيادي في حزب حركة نداء تونس السيد ماهر بن ضياء مرحبا بكم معالي الوزير شكرا جزيلا لتلبية هذه الدعوة DAWA. اهلا وسهلا مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدينا ممنون جدا بوجودي بينكم في هذا البرنامج المتميز شكرا جزيلا لك هذه الشهاده مهمه معالي الوزير يبدو مع اقتراب يعني يوم الاستحقاق الانتخابي تبدو الحملات تاخذ طابع اوسع اهم فيها زخم اكثر والاسلحه الثقيله انجاز التعبير يعني تنزل على الارض شفنا رؤساء كتل وقوى واحزاب شاهدنا الغنوشي المرزوقي وغيرهم شاهدنا يوسف الشاهد رئيس الحكومه ايضا ما الذي يدفع لنرى مثل هكذا تحركات وحضور وخصوصا بالنسبه لرئيس الحكومه يوسف الشاهد للمشاركه والدفع اكثر بالنسبه لحملات نداء تونس لماذا وطبعا تعرف اخر انتخابات واخر استحقاقات انتخابيه صارت في تونس هي انتخابات سنه 2014 اربع سنوات مرت اربع سنوات تعتبر فتره مهمه لابد من إعادة توزيع الأوراق إن صح التعبير وتوزيع الأوراق يتم في تونس عبر الصندوق طبعاً هي استحقاق بلدي في ظاهره ولكن هو إعادة مقياس لمدى إنتشار الأحزاب في الجهات مدى وجود قيادات محلية قادرة على تسلم الحكم المحلي وقادرة على قيادة المرحلة المقبلة صحيح هي انتخابات بلدية ولكن نحن نعلق عليها آمال كبيرة لمعرفة أو لتجديد الثقه اللي اعطاها الناخب التونسي لحزب نيدا تونس اللي هو كان هو الحزب الاول في انتخابات 2014 هناك من يشكك هناك من يقول بان الحزب فقد بريقه ونحن نحب ناكد مره اخرى انه حزب نيدا تونس لا يزال قوي لا يزال صامد موجود في الميدان منتشر في كل مكان اول امتحان كان القوائم الانتخابيه وكنا موجودين بامتياز في كل مكان ثاني امتحان نعتبره هام أن نثبت تواجدنا في كل البلديات وبأغلبية مريحة حتى نتمكن من تنفيذ برنامجنا الانتخابي وهو استعداد وتمرين لأنه يعني تقريبا سنة وسنة ونصف تفصلنا عن انتخابات تشريعية فهو استعداد جدي وتمرين للانتخابات التشريعية علما أنه البعض يقول ربما لن ننتظر العام ونيف حتى تكون الانتخابات في ميعادها ربما تطورات ما بعد الانتخابات البلدية قد تدفع لنرى انتخابات مبكرة لا ندري سنناقش ذلك لكنك أشرت لنقطة مهمة جدا معالي الوزير بأننا أمام يعني اختبار حقيقي لحجم وثقل الاحزاب والقوى السياسيه وربما نداء تونس اليوم مطروح جدا هذا الامر من داخلها ايضا بانه ومن محيطها في حقيقه حجم نداء تونس الانتخابات البلديه ستحدد ذلك متانه نداء تونس وحجمه السياسي. هو مكرهنا هناك تداعيات للعمليه الانتخابيه وتعرف بعد عمليه الانتخابات اللي صارت في المانيا صار تشكيك احنا نحب نقول انه اليوم هذا التحدي نعتبره جديا واخذناه بكل جديه واخذنا الدرس من من المانيا ونزلنا بكل الثقل كل القيادات في كل الجهات تقدمنا ورصينا الصفوف متاعنا لانه نعتبر ان نيدا تونس لا يزال قويا رغم اللي صار وهذا نعتبره امر عادي في حزب عنده أربعة او خمس سنوات من اللي تقريبا خذا المشعل وخذا القياده في البلاد فنعتبر انه من الجديه بمكان ان نفوز في هذه الانتخابات حتى نبين انتشارنا وجودنا كحزب أول وقوي ومتماسك وهو ليحمل اللواء ترون اللي... ذلك أنكم نعم، ما زلتم نعم، الحزب الأقوى نعم, نعم،, نعم، نرى ذلك وبكل 2014. جدية وسأ ننافس وسنبين على الميدان كما شكك البعض العديد قال ان, إن تونس غير قادر على انه يكون عنده 350 قائمه انتخابيه في كل البلديات صحيح. فاثبتنا فأثبتنا, فأثبتنا, باننا لنا تواجد في كل البلديات وبكفاءات عاليه وباشخاص قادرين على تقديم الاضافه وبكفاءات وبنظافه يد وهذا نظافه يد هذه ساقف عندها لانه بالامس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تقال انتخبوا اصحاب الايدي النظيفه البعض يعني اعطاها لجهات اخرى خصوصا انه الجبهه الشعبيه تطرح يعني حملتها بانه اليد النظيفه، والبعض قال انه وكانه يقصد ليس يعني الاحزاب المشكله او الاساسيه المشكله للحكومه. نحن خذينا في في معيار ترشيح القوائم الكفاءه الاشعاع في الجهات ونظافه اليد اعتقد ما عندناش حتى اشكال طرح تعرفون انتم ما بداش الحمله الانتخابيه لو كان هناك فعلا من يشكك في كفاته وفي نظافه يده ولا توريح ذلك ما من الراي العام جميع قوايم ليده تونس تأسست على هذا المبدأ ومبدئين نعتقد هذا حقنا في أننا قدمنا الأفضل وما زلنا سنقدم برغم التشكيك اللي قلت مع أنه موجود. يعني في اتهامات يعني المعارضة تتهم وفي كثير من الشخصيات كانت في هذا البرنامج معالي الوزير وتحدثت ربما حتى من ضمن الاتهامات أنه في حالة تطويع لأدوات ومقدرات الدولة وذكرنا مثال أنه نزول رئيس الحكومة على الأرض في الحملات الانتخابية البعض وضعها أيضا في إطار بأنه هذا خرق ل يعني الشروط وقوانين للعملية الانتخابيه وبانه في تطويع واستثمار لمقدرات وامكانات الدوله كيف يمكن الرد على ذلك شوف الاتهامات او التوظيف يمكن هذا السلاح يستعمله كل سياسي انه يريد ان يبين انه خصمه خرج عن الاطر او عن الضوابط التي تفرضها الحمله الانتخابيه ولكن نحن نعتقد احنا كذلك تعرضنا للهرسله في الحمله الانتخابيه احنا عندنا في منزل بورقيبه البارح في قائمتنا سحكي. تعرضت الى التهديد وتعرضت الى التهديد بال بال بالذبح اصلا معنى هذا ولكن تصدينا له ورصينا للصفوف وتنقل المدير التنفيذي للحزب واعلن مساندته إيه و هذا التهديد تهديد من قوائم منافسة، أكيد فمّا تهديد جدي، ما دام اللي كان نوصل نكتب على رئيس قائمة تهديدات من هذا النوع فاول شيء احنا نستنكر وقلنا ان هذا الامر ما لا يمكن ان يحدث في تونس ما بعد الثوره نحن احنا نخوض في في عرس انتخابي والى حد الساعه العمليه الانتخابيه قاعده تصير في اجواء عاديه ومثل هذه التصرفات من شانها ان تحيد بناء عن جوهر العمليه الانتخابيه وربما تدخل البلبله وهذا ما نحبوش يدخل في تونس لانه احنا نحب ان مثل هكذا حاله يعني لا احنا نحب تعطي دعايه انتخابيه وهذا وهذا نوع من التوظيف هذا أمر حاصل ويمكن يتثبت فيه القضاء كل شيء يمكن أن معناه يستهدف بأنه يوظف لكن نحن هذا نقول هي حقيقة وهذا واقع وتعاملنا معه ما هو الأمر ونحن مضون ولحد الساعة نقول احنا العملية الانتخابية ما تكون في إطار ديمقراطي وشفاف نرجع للسؤال اللي قلت لي منذ قليل نحن فصلنا بين الجانب الـ الـ الشخص اللي يمثل الدولة كوزير فعلا؟ وبين الجانب السياسي لانه السيد رئيس الحكومه في حينما يعني نقول يكون موجود في رئاسه الحكومه ويمثل رئاسه الحكومه فهو رئيس حكومه التونسي كل التونسيين يقوم بدوره ويلعب دوره كامل كرئيس للحكومه وحينما يكون في اوقات فراغه يوم سبت او يوم احد ودون استعمال مقدرات الدوله وفي زي المدني العادي وبدون مرافقه او حراسه ودون استعمال اي صفه فحقه لانه هو حتى شاركت بترسيم رتب يعني الامنيين وعسكريا وهذا ايضا وضع في سياق الانتقادات شفت انا على ما حصلت في في اريان على ما ولكن هي حاله منفرده ونجم تصير ما هيش مسبق لها وما هيش منسق لها ومبدئيا الشخص اللي كان لكن هذا خرق ولا مش خرق؟ هو يقع رفعه وشوفوه لكن نعتبر هي وقعت بصوره معناها ما كانتش مبرمجه وما عندهاش افاده كبيره ما مع انه يعني وضعت واستخدمت حتى كصور وتم استخدامها يعني شوف. في مواقع التواصل ان كان فيه مخالفه انتخابيه فترفع المخالفه ونتحملوا مسؤوليه فيها ما هيش اشكال ولكن لا نظن انه عمليه فريده من صارت في قائمه في مكان معين انها باش تكون عندها تاثير على العمليه الانتخابيه وجوهر عمليه انتخابيه فهذا نستبعده اذا الساده الوزراء والسيد رئيس الحكومه يمارسوا وظائفهم هم كوزراء في الدوله وهم جايين من احزاب هم سياسيين بالاساس لولا احزابهم لما كانوا في تلك الامكنه وبالتالي ايام السبت ايام الاحد ودون استعمال مقدرات الدوله ما فما حتى قانون يمنع أن الوزير السياسي اللي ينتمي للحزب يكون متواجد مش في اطار استعمال طيب. معالي الوزير فيما في له علاقه بهذه الانتخابات لانه انت ذكرت العديد من النقاط يجب ان اقف عندها خصوصا عندما تتحدث عن يعني عن متانه وانه معيار لي وحجم نداء تونس ساتحدث عن ذلك لانه في كثير من الطروحات يتم تقديمها بانه بدايه نهايه نداء تونس ستكون انتخابات البلديه لكني ساقف قبل ذلك عند نقطه نبض الشارع كيف لمستم نبض الشارع بمعنى في فعلا حاله عزوف في اتهامات بالامس كان معنا السيد حمد الهمامي وحتى يعني الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال بانه هذا العزوف في حاله عزوف وانه هذا يخدم احزاب او حزبي السلطه المتصدرين ان كان نداء تونس او النهضه احنا بهذه المناسبة في هذا البرنامج وفي كل الحملة الانتخابية أنا كل ما تنقلت أنا اتنقلت في عديد الجهات كان أول رسالة نبعثها لكل الناخبين من النداء ومن غير النداء كل الحاضرين في اجتماعاتنا الشعبية هم بالطبع أغلبهم يدعين ولكن هناك أناس أيضا يحضرون للاستماع للبرامج الانتخابية كنا نقول أولا وثانيا وثالثا لابد من المشاركة لابد من أن التونسي وهذا ربما في حتى تقصير من الهيئة العليا للانتخابات كان بالإمكان أن الحملة تكون قبل الوقت لأن هما فما حملة دعائية يعني التلفزيون التونسي الان ولكن بدات مؤخرا منذ اسبوع او 10 ايام ولكن ما نعتبروش مشكل احنا احنا نوعي دورنا كسياسيين دور الهيئه انها توعي الناس الكل توعي ولكن دائما لكن كيف ترصدون هذه حاله العزوف بمعنى الاسباب أنا مع ها... الوزير اليس هذا غضبا من اداء الحكومه هو... وانتم شوف... تمثلون الجانب كبير منها شوف هو يمكن ان يفسر كغضب ويمكن ايضا كيفسر كأن هناك اغلبيه صامته لا تريد ان تدلي بدلوها حتى في الانتخابات الاولى سنه 2011 ما كانتش نسبه الحضور كبيره دائما كنا في حدود نسبه 60% 65% 50% احيانا من الولايات لاخرى هذا يختلف. نعتقد انه ان شاء الله باذن الله تتجاوز النسبه 50% ولكن مؤشر سلبي عدم الحضور دائما مؤشر سلبي وعلينا كسياسيين كهيئه ان الناس الكل نخدم على المعيار هذا باش نرغب واحنا نحاول في نيدر تونس انه نلامس اكثر الناس اللي عازفه على الانتخابات ونحاول نتصل بهم نحاول نوعيهم نحاول نوصلهم البرنامج وان شاء الله لانه الانتخابات هذه ماهيش انتخابات تشريعيه هي انتخابات اعتقادي باش تقوم على بعض المقاومات فيها الجانب العائلي يدخل الجانب العائلي فيها الجانب. فيها المستقلين ايضا وانتم تدعمون جانبا كبيرا في قوائمكم مستقلين ايضا. لا احنا اغلبيه ونقول نقول كل القوائم غير ما نقول حتى اغلبيه، احنا احنا لا ندعم الا قوائم نيدا تونس. قوائم نيدا تونس هي القوائم. في شخصيات مستقل مستقله بقلب بق يعني بقلب القوائم كان معنى السيد خالد شوكات في القوائم وخارج. في لا وسط القوائم على حسب قوائم مستقله يعني في ترشح في قوائم مستقله, مستقلة مدعومه من النداء هذا لا ولكن في اشخاص مستقلين. وموجودين في النداء ولكن انا نعتقد حتى المستقل الموجود في قائمه ندائيه مبدئيا يحمل نفس التوجهات نفس أوه. الافكار نفس القناعات عليه ان يكون بنفس ندائي <applause> بنفس القناعات على الاقل على الاقل ما يمكنش ان ندخل وهناش نستغرب فما ناس دخلت في بعض القوائم يقول لك لا انا لا انتمي ولا انا بعيد على الخط السياسي لهذا الحزب فاعتقد انه صعب جدا انت تشكك بانه من يدخل تحت عنوان قوائم مستقله او قوائم مستقله مدعومه من, من اطراف سياسيه أنا أو اختلط هؤلاء لا يكونوا مستقلين؟ أخت مش في, في الأحزاب فقط، أنا نشكك في معنى الاستقلالية في أي شخص، لأنه الإنسان اللي يقدم طبعاً، اللي يقدم نفسه للانتخابات مهما كان نوعها حتى انتخابات بلدية راهي انتخابات سياسية بامتياز، ربما أشخاص يقولوا لا ماهيش انتخابات سياسية، انتخابات سياسية بامتياز، هي انتشار الأحزاب وانتشار المستقلين وانتشار الكل، هو أشخاص تخدم الشأن العام وخدمة الشأن العام هو سياسة في واقع الأمر، لأنه لو ما يحبش يختار, يختار السياسة يمشي يخدم في المجتمع المدني في الجمعيات اما يكون رئيس مجلس بلدي منتخب يسن بعض القرارات ويسوس الجهه ويصدر في هذا بلا عمل هذا سياسي تصريح مهم لا يوجد هذا عمل مستخنين. سياسي انا حسب اعتقادي كل من يمارس العمل اللي هو من اصله عمل سياسي هو سياسي بامتياز طيب نعود ويحمل تفكير سياسي نعود لمحل حاله العزوف ايضا كان معنا يعني بما انه السيد حمل همامي من المعارضه وبالامس كانت حلقته وأن يعني وجه يعني اتهامات ايضا بالنسبه للحكومه ومن ضمنها نداء تونس قال حاله العزوف هذه هي تنم عن صمت تونسي تحت جمر في غليان وهذا ربما سيؤثر او يؤسس لانفجارات اجتماعيه وسياسيه انا ما انا من شطر الراي نحترم وجهه نظر هي وجهه نظر من سياسي محنك وهذا ما عناش فيه حتى اشكال ونجم يبدي وهذه هذه ميزه تونس ما بعد الثوره انه كل انسان نجم يدلي بدله كما يشاء ولكن انا اعتقد انه اليوم الاحتكام الى الشعب الى الصندوق الى السلطه وطالما انه نظام في تونس هو نظام ديمقراطي وطالما انه الشعب هو اللي يمارس ديمقراطية نتاعو هو ل... احنا اليوم نتنقلوا في الاحياء ونلقاو احيانا قبول ونلقاو احيانا صد ونلقا أحيانا. عليكم الشعب التونسي. والله هي نسبه الغضب قليله اما مز... شوف... يعني في غضب بس قليل كيف بيكون <applause> <applause> قصدي معناها كي تتنقل تلقى في اشخاص غاضبون فما اشخاص ما زال عندهم الامل ولكن نعتقد في تونس قطعنا منها خطوات شوف احنا لازم نكونوا ايجابيين تونسي درجه الطموح نتاعو ودرجه النظر نتاعو عاليه همته عاليه طيب. يريد الكثير ولم يتحقق له الكثير وعندهم الحق في اشياء لان احنا نجحنا في مسار اللي هو المسار الديمقراطي والانتقال الديمقراطي ولا نزال عندنا اشكاليات عديده سواء في المسار الاقتصادي او في المسار الاجتماعي، ونعتبرهم محقين، ولكن اليوم راه اربع وخمسة وست سنوات في تاريخ الشعوب هيش سنوات كبيره، راه الاوضاع بتستقر يلزمنا يلزمنا وقت، يلزم نحترم غيرنا، يلزم نعطي فرصه اليوم سبعه وست حكومات في ظرف ست سبع سنوات، كيف ستحاسب ومن ستحاسب؟ نكمل من يعني من ضمن الاحصائيات الطريفه يمكن ان اوصفها بهذا الشكل بانه ما مر على تونس ما بعد الثوره من عدد وزراء يفوق ما مر على تونس في كل عهد يعني بن علي او من بعد حتى الاستقلال لا ادري الى احد في الفعل يمكن يعني <applause> هذا <هل> ان <ينجم تصفيق> تكون هذه الاحصائيات ينجم دقيقه يكون عنده عنده معنى ايجابي اليوم معنى ايجابي ينجم علاش لانه اليوم السلطه للشعب والحكومه تتجاوب مع الشعب هو تعبير عن عدم استقرار السياسي ايضا معالي الوزير لان صحيح. الحكومه عندما يعني تتغير الحكومات بناء على تطورات سياسيه وعلى خضات سياسيه وحتى على عدم اداء سياسي يرضي فهذا لا يدل فقط انه ربما على الحاله لا انا شنو يعني قصدي الايجابي من أي لا القصدي فما سلبيات عديده اكيد لانه ما تنجمش تطبق برنامج انتخابي باربع وخمسه حكومات ما تنجمش ولكن في ظل وجود غضب او في ظل وجود مثلا كما الان في حكومه وحده وطنيه وفما اطراف عندها اراء وتنجم تتقدم بمقترحات وفما تقييمات قاعده توقع فانه التغيير يولي امر احيانا وحتى حد النظام حد البرلماني هو معروف انه مثل هذه الانظمه عاده كما صار في لبنان كما صار في ايطاليا لا تفرز حكومات مستقله النظام البرلماني هذا سيدفعني للسؤال عن موضوع تغيير ربما او الطرح من رئيس الباجي قائد السبسي لتغيير النظام الاقتراع او في بعض وسع اكثر لتغيير نظام الحكم عن ذلك ولكنني سأبقى في حدود نداء. عليه سؤال هذا آه. سأؤجله ولكن حتى أبقى فيما له علاقة بنداء تونس أو هذا المعيار الذي رسمته أو المؤشر الذي يمكن أن يتم تحديده أو الاتكاء عليه لتحديد استمرارية أو متانة نداء تونس وحجمه أيضا على الأرض سأبدأ بقليل من المشاكسة فيما له علاقة في داخل نداء تونس أستعير ما قاله سيد رضا بالحاج وكان عن حزب نداء تونس بقال بأنه هذا الحزب سينهار في الانتخابات البلدية المقبلة مؤكدا أن نداء لن يستطيع الحصول سوى على ربع الأصوات التي تحصل أو تحصل عليها في انتخابات 2014 وهذا رأي ويبقى الصندوق هو الفيصل إذا كان كلامه طلع صحيح فعلينا نراجع أنفسنا وهذا صعب جدا أن يكون صحيح ولكن كلامه طلع غلط فهو أنا من ضرب الخيال وهو هذا صوت من داخل النداء خرج من النداء هذا يفتح للحديث عن الخلاف داخل نداء تونس وهو ليس الوحيد ونحن نتحدث عن كتله تقريبا 31 مقعدا صحيح لي يعني التي من البرلمان التي خرجت عن نداء تونس وجعلت نداء تونس الكتله بعد ما كانت الاولى الثانيه بعد حركه النهضه نتحدث ايضا عن سيد محسن مرزوق يعني يشكل الان مشروع تونس وفي عدد كبير من النواب البرلمان كلها هذه دفعت الى انه وبالامس ايضا سيتحمل همام قال انه النداء صار خمس اجزاء كله يدفع بانه هذه قاعده شعبيه ايضا قسمت وليس كتله لنواب واعضاء سياسيين في من حزب نداء تونس شوف انا نعتبر اللي قام به سيد رئيس الجمهوريه والرئيس المؤسس لينيدا تونس هو في حد ذاته في حد ذاته أنا انه يمكن ياسس حزب في سنه 2012 ويجمع كل تلك الروافد ويدخل انتخابات بعد سنتين ويكتسح الساحه ويقلب الموازين ويرجع ويرجع للتوانسة تونس اللي هم يعرفوها ويرجع للتوانسة الحلم في حد ذاته هو انا نسميها بالمعجزه السياسيه في ظرف سنتين فقط جمع مثل هذه الروافد وجمع مثل هذه الشخصيات النوعية وإقبال التوانسة الكل على هذا الحزب هو دليل على أن صدى ونداء تونس القاء أذان صاغية ما بعد مرحلة الحكم هي المرحلة الصعبة نحن نقول في الموروث متاعنا الشعبي أن الحكم دايما يهري معناها الحكم صعب لأنه الحكم باش يفرض عليك انك باش تبني مؤسسات انك باش تتجاوب مع طموحات الشعب وانك باش تكون لكل التونسيين أنك باش تحط الكفاءات المناسبه في الامكنه المناسبه وفي نفس الوقت فما غليان لانه الناس معناها ملت من الحكومات المؤقته وكانت تنتظر من الحكومه الاولى لاول ثاني جمهوريه بعد الثوره لانه احنا دخلنا بعد الانتخابات في مرحله اخرى اخرى فكانت انتظارات كبيره ربما فما يعني تشكلت شخصيات وازنة من حزب نداء تونس وازنة بمعنى على مستوى التشكيل وحتى يعني عندما تحدث عن مصر مرزوق واحد من المتحمسين كان قريبين وتحدث عن شخصيات أخرى من صنع القرار ومحيطين بالرئيس الباجي قائد السبسي هذا لا يعني انسلاخ قاعدة أيضا شعبية للنداء هذا ما سالت أنا عنه أنا مع الوزير انا لا اظن ذلك لانه اذا كان نشوفه حتى هذا هذا شنو ينجم يقيمه باي طريقه نجم نقيمه هل ان النجم نحصيه كميا وعدديا أنا أعتقد المعيار الوحيد اللي يمكن اعتباره هو مدى تقديم القوائم الانتخابية <applause> لو كان جات الأحزاب هذه عندها شعبية وانتشار وقواعد لأمكن لها تقديم على الأقل نقول 200 قائمة على 350 اليوم ما تجاوزوش ال يعني هؤلاء جاءوا قايمة. إلى البرلمان بمشروع نداء تونس وليس بشخصياتهم ومكونات هو أو في من الساحه بروزهم في الساحة السياسية يرجع الفضل فيه لنداء تونس أن وجودهم أصلا كأحزاب سياسية اليوم هي صحيح روافد من من إذا تونس ولكن إذا تونس من تقريبا 2017 ما خسرش الشخصيات المرحلة اللي صارت الكل هي بين 2015 و 2017 وبالأساس في ظرف سنتين إذا تونس فما اللي كان بالإمكان أنه يبقاوا ولكن هما كانوا مخالفين لبعض التوجهات كانوا ضد التحالف مع حركة النهضة كانوا ضد أشياء معينة كانت موجودة في الحزب هذا آراء ولكن اعتقد ان بروز هذه الاحزاب الفضل في يرجع الى تونس لو كان فعلا الاحزاب هذه عندها وجود لامكن لها تشكيل قوائم في كل الدوائر البلديه وربما ما بعض ما ذكرت من الاسباب لخروج هؤلاء وما بعضهم كما قلنا كانوا وازنين بحزب نداء تونس موضوع العلاقه شراكة لا ادري اريد منك توصيف حتى للان بين النهضه والنداء هي ما هي توصيف العلاقه اليوم علاقه شراكه حلف احنا 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 اليوم تلاف. شوف احنا اليوم في حكومه وحده وطنيه حكومه الوحده الوطنيه فيها النهضه فيها النداء فيها احزاب اخرى وفيها الاتحاد العام التونسي للشغل اتحاد الصناعه والتجاره اتحاد الفلاحه اتحاد المراه نحن اليوم شركاء في وثيقه كرتاج م. وفي الانتخابات البلديه نحن منافسون نحن متنافسون ونعتبر ان الحزب الاول بش يفوز ان شاء الله يكون عنده الصداره في المرحله المقبله الكل لانه اذا كان رغم التشكيك اللي وقع امكن لنا الفوز وهذا نعتقده في متناولنا ان شاء الله وانه بامكان نداء تونس ان يفوز في الانتخابات البلديه وهذه الاهميه تاع الانتخابات البلديه فانه نداء تونس سيواصل حمر المشعل هذا في الانتخابات التشريعيه وفي الرئاسيه. ما المقصود بالمشعل هنا؟ المشعل يعني قياده البلاد لان يعني الحزب الاول في تونس. طيب العلاقه اليوم شو توصيفها؟ ما هو توصيف نحن العلاقه, العلاقة مع نحن اليوم نحن في علاقه تنافس سياسي بالاساس وشركاء في قرطاج فقط كسائر الاحزاب الاخرى. طيب ومستقبل العلاقه على اي اساس يمكن بناءه؟ يعني مستقبل العلاقه اليوم يتم الحديث بانه اسفينا دقه في العلاقه بين النهضه والنداء ما بعد انتخابات التشريعيه الجزئيه لمقعد المانيا ومن هنا بدا شرخ حقيقي في العلاقه وانه هذه العلاقه لن تعمر. بعد الانتخابات البلدية سيكون في تحول ما ولكن في الانتخابات التشريعية وربما الرئاسية التحول الأساسي شوف أنا ما نعتبرش أنه خسارة خسرت مقعد ألمانيا وجهنا فيه اتهام الحركة النهضة فعلا موجهناش الحركة النهر. لا احنا ما اتهام الحركة النهضة احنا مانيش نوين... احنا مانيش ناويين نربح الانتخابات بأصوات حركة النهضة نحن نحب نربح الانتخابات باصوات ندائيين وكل من له حب لهذا القريب في فكره من هذا الحزب نحن كانت فرصه للمراجعه واعتبرنا قلنا علاش سؤال علاش خسرنا قواعدنا اللي صوتت في المانيا م. فكان بالعكس نعتبر فكان الجواب أن الخساره ربما الائتلاف مع حركه النهضه والقرب كما قلت انت في المقدمه القرب من حركه النهضه اضر بقواعد نداء تونس واضر بحزب نداء تونس فمن خلال ما تقييمكم بالفعل؟ يعني ضر يعني العلاقه مع حركه النهضه اضرت بالعلاقه مع قواعد نداء تونس؟ الاستنتاج هذا الاستنتاج هذا من خلال انتخابات البلديه علاش الندائيين اللي صوتوا نداء تونس في الانتخابات التشريعيه ما صوتوش النداء تونس في المانيا فهذا السؤال اللي تطرح القرب هل من حركه النهضه هل تحققتم من دعم حركه النهضه في هذه الانتخابات لا احنا ما كناش طالبين منها دعم بغض النظر احنا لكن يعني تحققت لأنه, لانه كان في يفترض دعم لا, 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 لا احنا ما طلبناش منها دعم وهي اه تنجم تعطي التوجيهات اللي ترى صالحه لنا بها وتنجم ترعي مصالحك كما تريد ولكن احنا طلب احنا سألنا علاش نداء تونس فقد اشعاعه في المانيا طيب فقط. سيد برهان بسيس قال امام الشعب خياران فقط اما الاسلام السياسي او مشروع الدوله المدنيه سنتحدث عن ذلك اذا كان هذا هو محور التحديد العلاقه مع حركه النهضه وماذا ما بعد الانتخابات البلديه في مصير ربما حكومه الشاهد لانه يطرح تطرح الكثير من الاسئله حول ذلك وسنتحدث اذا كان بالفعل نحن امام طرح لتغيير النظام الانتخابي سنطرح ذلك معك مع الوزير ساطلب منك رجاء ان تبقى معنا وايضا مشاهدينا فاصل قصير ونواصل انتخابيه تونس نقدمها مباشره من العاصمه التونسيه ابقوا معنا رجاء مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في الانتخابيه تونس اسمحوا لنا ان نجدد الترحيب بضيفنا في هذه الحلقه معالي الوزير ضياء ماهر بن ضياء عذرا والقيادي في حزب حركه تداء تونس مرحبا بكم من جديد شكرا. وصلنا الى نقطه لها علاقه بتحديد مستقبل العلاقه مع حركه النهضه، كنا نتحدث عن انه بدايه تداعيات او المؤشرات انه ربما هذه العلاقه لن تعمر ما له علاقه بانتخابات الجزئيه في المانيا وكان في تقييم اصلا في حزب نداء تونس انطلاقا من هذه الواقعه وكان في تصريحات وكان في رد من حركه النهضه على ما تقدمت فيه بالبيان بانه نداء تونس اعاد استراتيجيته الانتخابيه في عام 2014 القائمه على احياء مبدا الصراع العقائدي والايديولوجي وشيطنه الخصوم السياسيين. وانا بودي نذكر بشيء اولا بأن علاقه ميدا تونس بحزب حركه النهضه م. اثر انتخابات 2014 راه فرضته نتيجه الصندوق. يعني نحن لم نذهب لحركه النهضه في ائتلاف وحزب ميدا تونس حايز على الاغلبيه المطلقه. تعرفوا أنه في ظل نظام برلماني معدل نسبياً وهذا نحكي عليهم بعد وعلى إشكالية النظام هذا فيما بعد في ظل نظام برلماني معدل. ما يمكنش انك تحكم الا ما يكون عندك خمسين زائد واحد لان الخمسين 50 زائد واحد مطلوبه لتمرير القوانين ومطلوبه ايضا المصادقه على وتزكيه الحكومه فكان الخيار الاول والمحادثات تتواصل مع الرئيس المؤسس السيد رئيس الجمهوريه انذاك مع كل الاحزاب وكانت حتى مع الجبهه الشعبيه فكان هناك تقريبا استحاله انه نشكل فكنا من خيارين اما ان نعيد الانتخابات او ان نبدا مرحله والشعب التونسي كان عنده انتظارات لان كنا في وضع مؤقت طويل ولكن باش نمشيو في خيار اعاده الانتخابات لازمنا اشهر اخرى وهذا مكلف للشعب والشعب مل الانتظار ومل الفتره المؤقته اللي كانت على سنه ولا على سنوات ثم حكومه اخرى مستقله للمرور الى الانتخابات فاضعنا وقتا كثيرا ولم يكن هناك وقت اصلا للتدارك فكان هذا اضطرارا ولم يكن اختيارا من اداره تونس كما قال السيد رئيس الجمهوريه في عديد المرات وهذا ربما وكأنك مع الوزير تقول بانه ما قاله عماد الخميري هو صحيح لا. بانه في مشكله اساسا في الاستراتيجيه في الرؤيه الاستراتيجيه مع شوف. حركه النهضه يعني قائمه على احياء مبدا الصراع العقائدي والايديولوجي وشيطانه الخصوم شوف. السياسيه لا احنا لم نشيطن لا. أنا... انا لم اشيطن ولكن فيما ما له علاقه بالاستراتيجيه العقائدية انا قلت و... اضطرارا وليس اختيارا لان الحزبين لا يتفقان في عديد الاشياء زيتما النهضه والنداء لا... لا... لا لا يتفقان في عديد الاشياء ربما يلتقيان في بعض التوجهات الاقتصاديه التوجهات الليبراليه احيانا آه, الليبراليه الاجتماعيه قصدي ما يكونش تكون اكثر آه, ليبراليه اكثر من نزل يعني الشعب التونسي بالاساس يحب على الجرعه الاجتماعيه اللي حافظ عليها الزعيم لماذا يعني الليبراليه اجتماعيه وليس الليبرالية. هذا هو يعني النفس التونسي بالاساس دوله اجتماعيه ليست ليبراليه بمعنى الطرح المساواه مع في, في طرحها الاقتصادي في طرح الاقتصادي ربما ولكن انا على انه تونس في ثوابتها انها دوله اجتماعيه ليبراليه ولكن ب بدوزة وبمنسوب اجتماعي كبير. يعني تقدم نفسها اليوم النهضة بهذا الإطار تحاول أن تعطي قالت فصلنا الدعوة عن السياسي ونقدم نفسنا في إطار إصلاحي وليبرالي حتى علماني مدني علماني لا بس مدني ممكن لا أدري. شو أنا؟ وأنا لا أقول لا من عندي لا يعني أحكم ما يقوله الآخرين. لا أحكم على الغير ولا أحكم على النوايا. أكيد أني في مراجعات حصلت من خلال المواقف المعلنة ولكن هذه المراجعات. هل هي مراجعات جدية هل ستتواصل هل هي مراجعات تشمل القادة وتشمل القواعد معا فهذا كل يلزم الوقت باش نتأكد منه ولكن على الأقل نشكر حركة النهضة في هذا الاتجاه أنها عدلت من مواقفها وأنها قالت بأنها حزب مدني سياسي بالأساس وأنها تخلت عن طبيعها كتنظيم وقالت هي حزب مدني تونسي ولا علاقة له وهذا في تصريح القيادات ولا علاقة له بالحركة ترونها كذلك يعني هم شوف أنا لا احكم على النوايا هم يقولون ذلك ونحن مبدئيا نتعامل مع ذلك بحذر لانه ما قاله برهان بسيس بانه تونس امام مشروعين يعني اما الاسلام السياسي او طبعًا. مشروع الدوله المدنيه هذا طبعًا. بعد ان فصلت الدعوه يعني طبعاً. سياسي يفترض ان تكون بما قدمته النهضه مقنعه طبعًا اقل بالنسبه هي... للشريكة. هو الصراع بين الاسلام السياسي والاحزاب المدنيه والحزب المدني اللي يمثل نيدا تونس اليوم وكان يمثل الحزب الاشتراكي الدستوري سابقا هو بالاساس هذا هو صراع الاسلاميين مع المدنيين ومع الدساتره كما احنا نسميهم لكن في لكن هنا قصدوا النهضه سيد بسيس نعم. هو بسيس قصده النهضه سيد طبعا انا كنت قلت هو صراع منذ الاساس منذ الزعيم الحبيب بورقيبه منذ مؤتمر قصر هلال 1934 هو صراع بين شقين بين النفس الاسلامي والاسلام السياسي والتيار الوطني الاصلاحي التونسي هذا صراع تاريخي مش مش وليد اليوم أكبر منه، ولكن هذا يتمظهر أحيانا ويظهر في بعض الأحيان الأخرى وينقص الحدة متاعه في أحيان أخرى اليوم نعتقد أن الوضع الحالي الخلاف في الأسس في المبادئ في التوجهات لا يزال قائما ولكن ليس بنفس الحدة اللي يظهر في سنة 2012 و2013 لأنه في 2012 و2013 والكل يعلم أن كدنا نخسر الهوية التونسيه، الاسلام الزيتوني، ظهرت عديد المظاهر في الشارع التونسي اللي اللي ما نعرفهاش، اللي ما الشيوخ اللي دخلت لتونس، الخيمات الدعويه اللي كانت منصوبه في كل مكان، كنا احيانا نتساءل هل نحن تونس نسنو في تونس ام لسنا في تونس. ولكن الاسلام الزيتوني يعني يفترض انه متجذر في تونس اكثر من انه يكون حاله طارئه كالمشهد الذي طرا في الإسلام تلك السنوات الاسلام ان يستطيع ان يس المعتدل يعني الوسطي الاسلام المعتدل الوسطي في متجذر وعميق جدا وله شيوخ اللي عندهم واحدة من ميزات يعني حتى التي ميزت حتى عن حركات التحرر الوطني في بعض الدول الأخرى هو حضور يعني الإسلام الزيتوني في تلك. المراحل. تونس فصل الأول من الدستور تونس دولة حرة مستقلة الإسلام ودينها. يعني وافقة و... وكان مساهما يعني على قدم المساواة أيضا مع... مع أبرز شخصيات النضال في تلك الحقبة. ولكن الح... نحن نرى في حزب في نيدا تونس أن التوجه الوطني الإسلامي. الحركة الوطنية الاصلاحية التونسية هي حركة وطنية بالاساس وليست لها ارتباطات باي جهات اخرى. طيب اليوم عندما نتحدث عن جهات اخرى يعني عن من تتحدث هنا؟ احنا كي نقول الاسلام السياسي. لانه عم نتحدث نحن الان لا نطرح يعني سؤال بالفضاء، نحن نتحدث كنا عن حركة النهضة. اليوم عم ايه عن عن الاسلام السياسي. يعني حركة النهضة مثل... شكون يمثل حركة النهضة مرتبطة تورس. خارجيا باي اطار؟ هو قالوا في اخر مؤتمر انه هما لا علاقة لهم بحركة إخوان المسلمين وقالوا هو حزب تونسي فهذا احنا أنت ماذا أنا قلت أنا لا أخذ الناس عن النوايا وأعتقد أنه في مراجعة جدية ونحن كتونسيين وكمواطنين بقطع نظر على طيّرتنا السياسية نستبشر بهذا ونفرح لهذا لأن نحب الإسلام التونسي المعتدل اللي لا علاقة له لا بطيارات أخرى ولا بجهات ولا بإملاءات مهما كان طيب. نوعها ونعتبر العلاقة ونتعامل مع هذا ونعامل الناس هذه بصدق ولا نحكم على النوايا إذا ظهر ما يخالف ذلك فسنكون طيب. صامدين في في, في وجه البيان الذي رد عليه ونقلت مقال السيد الخميري كان على اعلان انه منافسه كمنافسين في الانتخابات البلديه، ما بعد الانتخابات البلديه عنوان العلاقه ما الذي سيكون؟ هناك من يقول بانه في يعني هذه العلاقه سيفرض تعقدها ما بعد الانتخابات البلديه، هل هذا بالفعل سيكون؟ انا انا لا اعتقد علاش لانه حتى من خلال تقديم القوائم م. هناك مؤشر اولي يدل على ان حزب النداء وحزب الناظر وثالثا المستقلين هم اللي في الصداره ما فيش تغيير كبير في المشهد سو... انا اعتقد ما فيش تغيير كبير ما تقريبا هذا هو نفس المشهد ان النداء بيكون في المرتبه الاولى الناظر بتكون في المرتبه الثانيه والمؤ في المرتبه الثانيه وربما انا هذا اعتقادي ولكن حتى لو افترضنا جدلا انه كانت الناظر الاولى والنداء الثانية. هل هذا مدعاه لان تو في ظرف سنه واحنا مقبلين على الانتخابات التشريعيه انا باش نقوم نغير كل هذا الشيء على, على اساس واحدة مثلا جابت كما نقولوا 30% والاخرى جابت 27% اعتقد لا انا هذا اعتقادي اعتقادي انه هذا مؤشر على انه التشريعيه ربما هي اللي تكون التغييرات الجوهرية لا. لا طبعا يعني, و... يعني ستد ستعمر العلاقة حسب دراستكم تقديراتكم وقراءتكم ومتابعتكم أو قراركم ستعمر العلاقة إلى حين الانتخابات التشريعية لا مش المتبلة. علاقة مع حركة النهضة بس ستعمر العلاقة في إطار حكومة الوحدة الوطنية فيما يعرف الآن في وثيقة كارتاج اثنين التي ستحدد الاولويات وبنسبة كبيرة باش يكون فيها النداء يكون فيها النهضة يكون فيها احزاب اخرى يكون فيها الاتحاد اللي احنا تو بصدد تحيين وثيقة قرطاج الى وثيقة قرطاج الاولى كانت تقريبا عام ونصف فمنطقي ان تكون وثيقه قرطاج الثانيه تقريبا عام ونصف ونكون في الانتخابات التشريعيه واعتقد هي موضوع تعبير زمني يعني وثيقه كارتاج اثنان ما بعد ما خرج منها ووضعت خطه ربما تقديريه او خارطه الطريق للازمات الموجوده يعني, يعني هو استحقاق اقتصادي بالاساس اجتماعي واقتصادي بالاساس موش استحقاق سياسي احنا اذا كان خرجنا من الانتخابات هذه تقريبا سواء قلت ثلاثه القوى هي قدمت القوائم اللي باش منتصره فما قوائم تقدمت فيها كان ميدا تعرف, تعرف معالي الوزير انه قرات في موند افريك يعني مقال مهم يتم حتى الاستناد الى مصادر لها علاقه بانه يوسف الشاهد سيستعد للرحيل واضعا خلفيه يعني كثيرة بما له علاقه بانه بعد الانتخابات البلديه والاسم تم اختياره يتم طرح اسم وزير الدفاع الحالي وانه يحظى بثقه الرئيس وبذلك يتم تعزيز المزيد من الشخصيات التي تحظى بثقه الرئيس ما بعد وزير الداخليه وايضا رئيس المجلس الامن القومي وعوده ما يعرف باللوبي الساحل الذي حكم البلاد ايام ابو رقيبة ومن بعده بن علي كل ذلك يعني نعتقد أنا انها مجرد, مجرد مجرد تخمينات مجرد احاديث لا تستند على اي أنا ما أنه استحقاق اليوم السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة وكل أجهزة الدولة منكبة على إنجاح العملية الانتخابية لأنه مهم جدا يوم ثمانية سنوات كاملة وتونس بدون بلدية منتخبة صحيح. احنا كنا منكبين قيادات وهذاك علاش أنا نرجع لكلامك منذ قليل اللي الناس الكل نزلت للميدان مش من باب التاثير على الناخب بالعكس المهمه صعبه الان في التاثير على الناخب ولكن من باب انه نحب نبين اهميه الاستحقاق الانتخابي البلدي لانه هذا هو الحكم المحلي والفصل السابع من الدستور اليوم نحب نمر نمر مرحله اخرى من تجسيد الديمقراطيه صحيح هو في تجسيد الديمقراطيه المحليه تجديد للشرعيه الانتخابيه وشكون على انتخاب الشرعيه الانتخابيه ولكن نحن لنا من الحكمه من التروي نحن نقصد حزب ندى تونس رئيس الجمهوريه ومؤسسه الدوله انه نجم نمر بامان الى الانتخابات التشريعيه اللي هي بيش تكون محدده في خصوص سيد يوسف الشاهد هو ابن ندى تونس هو اللي اقترحوا ندى تونس مع ان حتى حديث في ندى تونس اليوم عن طريق لا سيد يوسف الشاهد مع, مع الرئيس بين بين القصبة والقرطاج لا, لا لا توجد اي مشكله لا يوجد اي اشكال احنا السيد رئيس الجمهوريه هو الضامن لسلامة العملية الانتخابية ولسلامة الدولة ولتطبيق الدستور ولكل هو هو الضمان الحقيقي ومن أن السيد رئيس الجمهورية باش ينزل الخلاف مع احد ركائز الحكم في تونس مع اليوم الوزير لا. انت تقول بانه لا تغيير حكومي لا لا تغيير لا تحوير ولا تغيير لرئيس الحكومه بعد لا الانتخابات التحوير اذا إيه كان يكون فما تحوير آه هذا ما نجمش نحكي على لانه يعني مش ندى تونس هو الطرف الوحيد المحدد للعمليه فما اطراف اخرى ستجتمع وستقرر ونحن نتفاعل ايجابا مع كل المقترحات اللي فيها مصلحه تونس لأنه ولكن ندى تونس اليوم الاتحاد العام التونسي هذا موقف. موقف. قال يعني يعني تونس يلزمها خيارات سياسية جريئة ويفترض أن يكون هناك تغيير جذري وشامل في الحكومة وهذا يعني تغيير جذري وشامل يعني الاتحاد لا العام الاتحاد العام للشغل هو ركيزة من ركائز وثيقة قرطاج دوره الوطني دور كبير وإشعاع اشعاع كبير ونحن ناخذ كل الاراء سواء الاتحاد العام التونسي للشغل سواء اتحاد الصناعه والتجاره سواء بعين الاعتبار وكطرف عنده الحق يطرح مبادراته ويطرح افكاره فمن نقاش يصير مع الاشخاص المختصه ومع الناس اللي موقع على وثيقه قرطاج ومع اللجنه اللي قاعده تدرس تبقى كل بس الخيارات باقي ممكن. اذا الانتخابات التشريعيه مبدئيا ما لا حديثة في لا حديث في نيدا تونس عن تغيير السيد رئيس الحكومه ضخ ربما دماء وتغيير وزراء هذا ممكن في كل وقت وحين ما أنا مش مرتبط بنتائج الانتخابات البلدية هذا ممكن نتصور اذا لابد من, وجود تغيير مع الوزير لانه وضع مع على السيد رئيس الحكومه ما عندناش نقاش اللي هو ابن دا تونس ويخدم لانه يعني وضع الامر ايضا بالنسبه لرئيس الحكومه كما الحبيب الصيد بانه في مكان ما يشكل يوسف الشاهد اليوم نموذجا منافسا للباجي قائد السبسي في التشريعيه في الرئاسيات المقبله في سبر اراء كثير انا قرات منها وفي هناك يعني تشكيك في سبر الاراء وبعض يطرح في قانونيه الطرح مثل هكذا ما تقدمه او عمل مثل هكذا مؤسسات ولكن سبر الاراء في منها اعطت يوسف الشاهد يعني نسبه متقدمه عن رئيس الباجي قايد السبسي وهو ما عزز الحديث عن انه في نوع من الخلاف او رغبه من الرئيس بان لا يكون يوسف الشاهد او يستمر في رئاسه الحكومه. انا اقول ان السيد رئيس الجمهوريه مؤسس نداء تونس الاستاذ الباجي قايد السبسي هو الضمانه في تطبيق الدستور وفي الحكم في تونس اليوم وهو ايضا مؤسس نداء تونس وشخصية في حجم الزعيم أنا نعتبره زعيم الباجي قايد السبسي ما فماش لها نظير اليوم في تونس ونعتبر أنه تونس اليوم محظوظة نقاط شخص في حكمة وتواصل وقوة وكاريزما سيد رئيس الجمهورية فلا حديث في نداء تونس على إمكانية أنه نمشي لأي توجه غير أننا نتبع توجيهات ونتبع أراء نعم. ونستلهم من 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 كل ما هو فكر ينجم ينير نداء تونس للمستقبل اللي جاي بالاساس من رئيس المؤسس وبالتالي احنا لا يمكن لنا ان نفكر لا من قريب ومن بعيد الا بالتنسيق مع السيد رئيس الجمهوريه. هو ايضا سيكون مرشحا في الانتخابات 2019؟ هذا امر يعني السيد رئيس الجمهوريه وقال عندما سالوه لكل حادث حديث هذا هو. ك... هذا يعني السيد رئيس الجمهوريه ونحترم المقامات ونحترم السيد رئيس الجمهورية وآراءه ونحن نتفاعل كما قلت منذ قليل مع كل رأي رأي السيد رئيس الجمهورية ونعتبره هو صمام الأمان سواء للدولة سواء يعني كل هذه الصفات يعني يعني مرشحكم في 2019 أنا ما نجمش نقول شيء يعني طرحي قد يكون إيه الموضوع الرغبة لازم يعبر عليها الشخص ويعبر عليها في الهياكل الحزبية أنتم كنداء تدعمون رسمية. ذلك؟ مو آه مش لكن هو عبر على رغبته في ذلك فلما لا ندعم ذلك؟ إذا هو عبر أما أنتم ما في توجه أو في رغبة بالنسبة طبعا السيد الرئيس هو, اللي عبر على رغبته طبعا هو اللي عبر على رغبته وهو اللي معني بالأمر وهو اللي ينجم القرار هل مطروح ربما في متابعتكم أو الحيثيات التي يتم طرحها بأن المنافس في التشريع في الرئاسيات عذرا 2019 سيكون الشيخ راشد الغنوشي؟ احنا لحد الساعة لا نعرف أنه النهضة بيكون يكون عندها مرشح أم لا وانا مش من الموضوع في النقاش معهم ولا احيانا حي... لا معهم معاه... لا هذا امر سابق لاوان ونحن اليوم كما قلت لك من... منكبين بالاساس على اولا بناء حزب نيدا تونسي بناء القوي والمؤسسات وان شاء الله بعد الانتخابات البلديه باش يكون عندنا قيادات جهويه ومحليه في كل البلديات باش هي النواه الاولى لبناء حزب قوي ثم مم. لما لا نمر الى مؤتمر في وقت معين يقع تحديده بالتوافق مع الناس الكل ونبني حزب قوي يكون في هياكل وفي مؤسسات هذا الشغل الشاغل لتونس تونس وتحضير للانتخابات والاستحقاقات الجايه اما ان باش نحكي من اليوم قبل سنه ونصف تعرف انه اي حديث الان هو انا راه من من قبيل معناها اللغو اليوم مش هذا لا ترون داعش الغنوشي رئيسا لتونس؟ نحن مم. نحن نرى مرشح ندا تونس هو رئيس تونس، نحن الحزب الاول ونعتبر ان دا تونس هو الصمام الامان في المشهد السياسي التونسي. اذا وهذا لا ينطبق على على راس احنا لا لا ندعي ولا معناها نقول ان ذلك غير ممكن هذا امر يخص حزب حركه النهضه ولا كان باش مرشح ففي ذلك فليتنافس المتنافسون في نحن في منافسه في التوافقات التي يمكن ان تكون من يمكن ان يكون بديل حركه النهضه في توافق او في ائتلاف مع نداء تونس اليوم في احزاب يعني او حتى كتل وقوى تظهر اكثر تبرز اكثر حتى الموجوده سابقا من عساها تكون خيارا بديلا ربما الائتلاف او شراكه شو نداء تونس حزب منفتح ويؤمن بالديمقراطيه ويؤمن بنتائج الصندوق بعد الصندوق تتحدد أهمية الأحزاب ما تتحددش اليوم نقول أنا عندي حزب قادر أو غير قادر شفنا أنا بعض الأحزاب ما قدرتش تقدم حتى 20 و30 قائمة مش مش ما يكفيش أن يكون صوت مؤسس أو رئيس الحزب عالي انتشاره في الميدان نحن نحتكم إلى الصندوق الصندوق يعطينا آه معناها نتائج ونحن نتعامل مع نتائج الصندوق بكل براجماتية يعني محسن مرزوق كمشروع تونس يمكن ان يكون حلف حليفاً او يتم جسر العلاقه من جديد اذا كانت صناديق الاقتراع افرزت له وزنا هو محسن مرزوق كان موقع على وثيقه كرتاش. وكان صحيح. سيد السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مرة صحيح. وهو اعتبر نفسه في وقت ما مساند للحكومة مساهمة نقدية أكثر من مرة يعني <applause> ما فيش كلمة وقال أخطأ كل من خرج في وثيقة قرطاج بعد أن اتقاه لرجل بوقت قليل يعني في نفس اليوم قبل الكلمة هذه يعني مواقف <applause> سياسية أنا ما أنا ما نعتبر أنه السيد محسن مرزوق يبقى شخصية سياسية محترمة كيف وكيف سيحملها حمى الهمامي بالحاج يمكن ان تلتقوا مع اليسار نعتبرهم يعني شخصيات سياسيه هم يرفضون محترمه ولكن نحن أه لا نتفق في الوقت الحاضر على تمشيات على توجهات وفي منافسه سياسيه وفي ذلك فلا تنافس المتنافسون فما صندوق واللي يعطيه الشعب الشرعيه اليوم اليوم في تونس السلطه للشعب السلطه ماهيش كلام السلطه ماهيش هي حديث السلطه للشعب سلطة نتائج السلطة في الشكون اللي يعطيه الشعب الشرعية لتمثيله نحن نعتقد نداء تونس لا يزال الحزب الأول لا يزال الحزب القوي لا يزال الحزب اللي مازال يستقطب عديد الكفاءات اللي دخلت عديد الناس اللي انضمت إلى تونس في مناصب وكفاءات عليا وهذا دليل الحزب لا يزال حزبا قويا وصامدا على الميدان وربما تعرف يعني من... عن تحدث عن صناديق الاقتراع معالي الوزير الأمر يطرح بأنه وهنا ربما العودة لموضوع تغيير نظام الاقتراع أو نظام الانتخابي وهذا يعني ما طرح بالنسبه للرئيس السلفاجي قائد السبسي بمعنى تغيير القانون لتغيير اليه صوغ الحكومات بمعنى الاغلبيه. الى اي حد يمكن بالفعل او مطروح او قادرين على تمرير ذلك بانه تغيير القانون الانتخابي والى اي حد هو امر ملح وعاجل وضروري ربما. شوف انا كحقوقي وكمتكون بالاساس في القانون فما خلط في في ذهن عديد الشخصيات السياسيه وحتى في الشارع بصفه عامه أن نظام الحكم شيء والنظام الانتخابي شيء وان النظام الانتخابي هو جزء من نظام الحكم لأن نظام الحكم ليس دستورا فقط نظام الحكم هو دستور هو نظام داخلي للمجلس هو ايضا نظام انتخابي لان النظام الانتخابي هو جزء من نظام الحكم والاستاذ الباجي قائد السبسي السيد رئيس الجمهوريه قال راني اقسمت على الدستور ولا يمكن لي تغيير هذا الدستور وهذا الدستور اوصلني اساسا لما قاله لرئاسه لكن ايضا طرح هو جزء <applause> هو جزء النظام الانتخابي هو جزء من منظومه الحكم في تونس النظام الانتخابي اليوم بين بالكشف لانه احنا لنا الحق ان نقيم تقريبا بعد خمسة او أربعة سنوات احنا اليوم وين صعوبات كثيره صعوبات كثيره في تمرير القوانين صعوبات كثيره في التوافقات صعوبات كبيره في انك تلقى انك تكون حكومه انك تساند حكومه انك احيانا تلقى اكراهات تنازلات فهذا في النظام الـ 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 الانتخابي ربما لو كان مثلا في مثل انتخابات البلديه لو كان الاقتراع ربما على الاشخاص يكون افضل والسيد رئيس الجمهوريه اذن للجنه هي موجوده وتدرس في هذا الموضوع انا مش تعطينا نتيجه تقييم هذا الوضع ونتيجه اعمالها ولكن نحن حرصنا في نداء تونس على الانتخاب يتم بالقانون الحالي لان يعني القانون صدر عن مجنوى بالشعب والناس الكل إحنا قسمنا اقسمنا لاحترام القوانين ثم نمر لمرحله التقييم مرة أخرى النظام الانتخابي على القوائم وربما أحيانا يكون يطلع أشخاص أحيانا أنت تلقى قائمة فيها خمسة ستة عشرين ثلاثين فيهم أربعة خمسة ستة أنت تقول هذا من نعطيهم صوتي ولا نصوت لهم وتوجد نفسك مضطرا أنك تضع القائمة هذيك وأنت كل ما فيها في انتخابات بعد عام ونيف تشريعية ورئاسية أنتم ستدفعون ليتم تغيير قانون الاقتراع أو قانون الانتخاب لما قبل هذه الانتخابات وهذا محل هذا محل نظر وهذا كان اذن من باذن من السيد رئيس الجمهوريه للجنه اللي متكونه من اساتذه من افضل اساتذه القانون الدستوري في تونس قاعد فما عمل يتخدم عليه في هذا الاتجاه هناك عمل يجهز سيعرض في اطار تشاوري في اطار الاحزاب الموثقه الموقعه على, على وثيقه قرطاج واوسع من وثيقه قرطاج حتى المجتمع المدني لانه هناك عديد الناس وعديد الشخصيات اين وصلت المعتنين. هذه اللجنه يعني انتم انا انا كنت بداتم بالعمل على تحت يعني تقديم مشروع قانون انتخاب جديد. أنا كنت في لقاء تقريبا منذ أسبوعين مع الأستاذ أمين محفوظ أحد أعضاء هذه اللجنة مع الأستاذ صادق بالعيد وأخبرني بأن عملها تقريبا جاهز ولكن لعدم التشويش على العملية الانتخابية ربما بش يقع عرضه في أواخر هذا الشهر على ك في ندوة صحفية طبعا وشيء من هذا القبيل كنوات أولى هو هناك توجه لتغيير نظام الاقتراع على الأشخاص على الدورتين هناك توجه أيضا للتقليص من عدد نواب الشعب مش نواب الشعب وأعطائهم أكثر توجه نية ولكن هذا يعرض للنقاش على الجمعيات على المجتمع المدني على الحزب السياسية ومن بعد ذلك هي على الأقل مبادرة أولى للتقييم لأنه من يخت... يتفق من معكم في هذا التغيير؟ احنا انا لحد اعتقادي لم ارى لانه ما يمكنش البناء على فما فما احزاب خاصه الاحزاب اللي ما عندهاش تمثيليه كبيره في البرلمان عرضت في هذا التغيير واعتبرت ان هذا القانون أه معناها أه معناها يضمن اكثر تمثيليه في مجلس النواب الشعب وهما من خلال هذا ربما يتبنوا مواقف شخصيه لانه هذا القانون باكبر البقايا يمكن تمر بعض الاحزاب اما لو يكون على الـ الـ الافراد وفي دورتين فربما الاحزاب الصغيره باش تنقص شويه هل انتم قادرون على تمرير مثل هكذا مشروع قانون في البرلمان ان لم تتوافق معكم النهضه؟ نحن في تونس نؤمن بان قدرنا هو ان نطرح كل مشروع قانون للنقاش للحوار ان نتوافق ان نجد صيغه معينه للتوافق هذا قدرنا مررتم قانون الاصلاح الاداري وكان في يعني بلبله وجلسه الاقرار يعني شهدت يعني الكثير من السجالات والمناقشات وحتى يعني وصلت الى مرحله يعني عاليه المستوى في شكل ما شهدناه في تلك الجلسه ولكن كان في توافق مع حركه النهضه ويقال بانه في تمرير الاتهامات التي تطرح بأنه خذ وهات عذرا للتعبير هذا ما قيل بالنسبة للمعارضة <applause> ولذلك أسألك الموضوع ربما تطرحه بهذا الجانب بشكل ثوري والديمقراطية ولكن تحتاج تمرير المشاريع القوانين إلى أعداد في حاجة لحركة النهضة لتغيير على أقل تقدير نحن لا لا خذ ولا هات نحن صرحاء <applause> أنا <بدخلني>. أنا <applause> مع أنفسنا نحن كحزب تونس ضد الإقصاء ضد كل ما هو اقصاء وهذا دافعنا عليه ودافع عليه الرئيس المؤسس اكثر من مره حزب دا تونسي يعتبر أن السبب من تعطيل الاداره التونسيه اليوم هو المشاكل المتعلقه بالاف الموظفين الموجودين فيها اللي كانوا هم اعوان تنفيذ وهذا ما كانش الشكل الاول للقانون ثم اضحى هذا الشكل بس النهائي عليزي. هل يمكن ترحناها من منطلق بدون إيمانة؟ مع حركه النهضه لا هو هو حسابيا نرجع حتى حسابيا انتم نرجع نرجعش انا سياسي حسابيا ولكن لازم يكون اتفاق اي مشروع قانون الا ما نحصلوا على 109 نواب او على اقل نصف طيب الحاضرين وبالتالي تحتاجوا الحركه نحتاجوا لأي قوى تقدميه ديمقراطيه تؤمن بان حزب نداء تونس يقدم في مشاريع لفائده الدوله طيب التونسيه حتى لو ساغبت ما له علاقه بانه في نوع من الاتفاق على يعني مصلحيه تمرير القوانين يعني أنتم لا يعني في حركة نداء تونس لم تخضعوا لمثل ذلك لا. العلاقة مع سوريا ليست أيضا عدم العودة العلاقة معها أو شبكها رغم أنه اللجنة وصلت لمكان قالت أنه يجب بملف التسفير انه التواصل مع كل الدول التي لها علاقه وافترض عنوان اساسي وصلت اللجنه ووقف الموضوع يفترض عند الخارجيه التونسيه هذا ليس ارضاء لحركه النهضه لا انا لا اعتقد ذلك هذه اللجنه قاعده تعمل تستمع للاشخاص تستمع للشهادات واكيد اللجنه هذه باش تعطينا نتائج العمل نتاعها وسيتفاعل البرلمان والحكومه والكل مع نتائج عمل تحقيق اللجنه بالعكس نحن لم نخف من هذا الاشكال وشكلنا فيه لجنه وتحميل مسؤولية ضروري لكن ثبت أن هناك من يتحمل المسؤولية فتحميل المسؤولية وخاصة البرلمان فالبرلمان باش يعطينا أعمال لجنة مش باش تاخذ على المصادقة ولا التصويت تعمل اللجنة اللجنة باش تعمل تقرير شيء يقع سياقته باش تحمل المسؤولية فهو يعني وصل إلى مكان يفترض أنه الخطوة المقبلة هي الخارجية يعني أم لا أنا أنا ما نحبش ندخل في جوهر أعمال اللجنة هناك أشخاص مكلفين بهذا الملف الاشخاص هذو ما عندهم من الصلاحيات ومن السلطات انهم مكنون باش يتمكنوا من انهم يوصلوا الاضواء ويحملون المسؤوليات لكل من له مسؤوليه في هذا الملف ولا اعتقد يعني ان النداء في من البرلمان ذهب الى الى سوريا في ظرفية معينة ربما وفي في شيء معينة ولكن أنا نجمش نحكم في أي ظرفية ولكن فما تحميل المسؤولية فتحمل في العدالة لم يكن الانتقالية ألم تسايركم النهضة في العداله الانتقاليه كان هناك له. خلاف عميق ونيدا تونس ما كانش ضد مسار العداله الانتقاليه، نيدا تونس كان ضد التمديد لهذه الهيئه التي اخذت وقتا وشوطا اكثر من اربع سنوات ورئيسه الهيئه حادت في كثير من المواضيع عن مهمتها الرئيسيه فكان هذي. القرار بالنسبه يعني بالنسبه لنيدا تونس طبعا و... بالنسبه النهضه سايرتكم في ذلك فقلنا أنا. نحن لسنا ضد المسار ضد مسار العداله الانتقاليه ولكننا ضد شخص رئيس الهيئة اللي حاد عن المسار وتحدث وخبط خبط عشواء طيب في سأختم بما له علاقة بتغيير نظام الحكم لا توجه إطلاقا لتغيير نظام الحكم في تونس البعض يطرح بأنه يفترض أن يكون أكثر تحديدا إما رئاسيا أو برلمانيا لا توجه ولا نية ولا حتى رؤية لا هو نقاش سياسي نقاش سياسي ومطروح وحنا معنا حتى مواضيع غير قابلة للطرح في تونس كل شيء مطروح كل شيء قابل للنقاش ولكن حتى حسابيا وانا قلت ان نظام الانتخابي هو جزء من النظام السياسي نعم. لان النظام السياسي فيه الدستور فيه نظام الداخلي للمجلس كيف يصير المجلس بحب. كيف يصادق فيه النظام الانتخابي فيه كل ما هي قوانين تعنى بتنظيم السلطه العموميه هو نظام الحكم ولكن نحن لا ليست لنا نيه في ذلك ولكن نقيم نظام الحكم والسيد الجمهورية أعرب عن ذلك صراحة ولكن النظام الانتخابي أفرز سلبيات باش نقترح ربما في القريب العاجل إذا كان توفق فما توافق على عمل اللجنة نعم. برنامج أو مشروع يطرح للنقاش إذا كان هذا حظي بالموافقة ورينا أن فيه إمكانية نمر فنمر إذا كان ما أمكنش فما فما حتى شيء معناها خارج عن دائرة الدرس والتشاور والنقاش وقدرنا نعم. أن نتناقش وأن نتوافق مع الوزير ماهر بن ضياء القيادي في حزب نداء تونس، شكرا جزيلا لك شكرا. على كل ما قدمته لنا شكرا. في هذه الحلقه من الانتخابيه تونس والتي انتهت مشاهدينا لكم جزيل الشكر على كرم المتابعه والتحيه دائما من تونس إلى اللقاء